ورجعنا لكم تاني احلى ناس في العالم في فقره دمها خفيف جدا ولذيذ جدا. عيله هي مصدر بهجه على السوشيال ميديا، بس يعني بطله بقى العيله دي هي فرح رشدي حفيده المطرب الكبير العريق محمد رشدي، وكمان مامتها الجميله جدا اللي منورانا النهارده في الاستوديو اللي مكسرين التيك توك والسوشيال ميديا كلها. صح يا رند؟ يعني صراحه عن جد فقرتنا راح تكون مليانه ضحك، مليانه قصص وحكايات وما وراء الكواليس، عشان بدنا نفهمكم طبيعه كمان خلينا نحكي المحتوى اللي بتقدمه اكيد فرح ومامتها كمان غاده. بس انا بصراحه هيك بدي ارحب فيكم بالبدايه، اهلا وسهلا فيكم في هو وهن، كثير مبسوطين وجودنا معكم، ضحكتونا عن جد، عيشتونا معاكم تفاصيل صغيره حلوه يعني عن جد عن جد عن جد. بس انا من اول ما دخلت شو سالتكم هي مين البنت ومين مامتها؟ الله يحميكم اكيد. وعن جد غادة يعني في ألز من هيك أم؟ لا لا ما في. شايفة نفسك؟ لا يعني فرح، إمتى بلشتي أنت بالتيك توكس وكيف هيك قدرتي تقنعي ماما أنها تكون معاكي بالفيديوز؟ أنا بدأ بقالي سنة ونص تقريباً، وبعدين كنت بقعد اعمل معاها فيديوهات بالعافيه، وبعدين بقى رحت اقنعتها تبقى هي كمان. اعتقد اللي بيدق حلاوه الشهره مش بيسيبها، صح؟ اوكي كده هي دلوقتي انا اللي بقول لها معلش سيبي الموبايل شويه اقعدي معايا بقى خلاص، بس الرينج لايت بتاعتها وتخش فين الرينج لايت بتاعتي اه بس ما بقاش عندها العده بتاعتها، ما هي بقت انفلونسر بتاخد بتاعتي برده. مش انت مش بتعجبني يعني اللايت بتاعها مش حلو، بحب اللايت بتاعك. طب بدو انت يعني بالعقل روحي انت خدي الاغراض بتاعتها وخلاص، ده هي مامتك بخش اصلا فين حاجتي ماما خلاص تمام خلاص بقت متعوده اصلا. فرح هي تيك توكر طبعا شهيره جدا جدا جدا، الناس كلها بتتابع كل يوم الفيديوز بتاعتها، في كمان فيديوز اللي هي بتاعت ستوري تايم بتبدايها وتقعدي تحكي حكايه. ايه الموضوع ده؟ احكي لهم بقى جمهور التلفزيون اللي مش بيشوف. مش عارفه انا دايما بيحصل لي، مش عارفه حياتي كلها مواقف، دايما كل ما عم بيحصل لي حاجات انا بقعد اقول ايه انا هسلي بيها الناس بدل ما بتحصل لي واسكت اقعد احكيها للناس. بنبقى صاحيين من النوم كده مش فاهمين اي حاجه، بفتح الاقي على التيك توك فرح كده عملت ستوري تايم وبعد كده هكمل بقى معايا تحفه. طب فرح انت مش بتغني ولا عندك اي حاجه ليها علاقه بالمزيكا؟ سنه بتغني بس بتكسف. طب ما تيجي ندندن كده مع بعضينا. اصل يعني اصل جدك يعني اللي عامل الاغنيه اللي كلنا كنا نصحى عليها الصبح، يا صباح الخير يا اللي معانا، طير يا هوا، ايه تاني؟ مش حافظه اي حاجه من دول؟ حافظه بس انا ما بغنيش. مش هنزنقك، مش هنحاول نزنقك كده تغني. طب غاده انت بتحبي تغني؟ بتغني على فكره وصوتها حلو جدا، بس بتغني انجلش بس. طب غني لنا انجلش. ما اقدرش اغني قدام ماما بجد، اغني قدام الشعب كله. بيت مثلا كنت بتشوفي مثلا جدك الفنان الكبير جدا محمد رشدي بيغني مثلا على العود او كده؟ انا كنت عايشه معاه اصلا. اه حبيبي. كنت بقعد بقى تحت البيانو وانا صغيره وهو بيقعد يلعب بيانو وانا بقعد تحت اتفرج عليه. طب ازاي ما خدكيش كده قال لك انت لازم تغني او تتعلمي اله بتلعبي؟ طيب كنت صغيره قوي بقى، فانا كنت كده بخش اقعد ارقص بقى وهو عمال يغني. طب خليني شوي ارجعكم لاول تيك توك عملتوه مع بعض، شو كان؟ انا عملت يعني اول تيك توك اتشهر قوي، كان كنت عامله فيديو كان في ساوند كده بيقول انا عايزه اقول حاجه. كانت هي كنت كاتبه اللي هو عشان هي دايما انا بروح معاها في حته بتقولي ما تقوليش يا ماما. ايوه. فانا بقعد اقول لها يا ماما يا ماما، بقعد الاقيها. فالفيديو كان مكتوب اللي هو لما هي بتقعد تقول لي مش ما تقوليش يا ماما، بقول انا عايزه اقول حاجه. خلينا نشوف الفيديو. اعطيتوني امل بالحياه يعني. سالت عن فرق العمر، ما راح احكي اكيد هلا قدام الكاميرا، بس انت اكيد جوزتي صغننه قوي يعني يا استاذه غاده، صح؟ مش عارفه اقول طنط، حتى طنط دي عيب قوي، ده انا يعني ابقى قليل ادب يعني. لا بس انت اصلا انت اصغر مني كمان بكتير، فالموضوع يعني 26 سنه بقولها وانا قدها، كانت هي معايا يعني انا كان عندي 21 سنه وكنت مخلفه وانا بقى 22. انا بخلي بالي من القطه بالعافيه، بخلي بالي من بني ادم خيالي انا، وانا قدك انت معايا وبيبي وباخد بالي منك وهي مش بالها من اوضتها. ايه اللي اتغير في الزمن اللي خلى مثلا دلوقتي البنات مش عايزه تدخل تاخد المسؤوليه دي؟ مش قادره، ممكن تبقى مش عايزه. ايه الفرق بين يعني الجيلين؟ شايفه ان هم بقى عندهم الوعي الاكتر، ان هم عايزين يبصوا لمستقبلهم اكتر. يعني شايفه ان هم كانوا الصح دلوقتي. يعني اللي عملتيه مثلا وانت صغيره ما كانش الصح 100%. لا دايما في حسنات وفي سيئات، في حاجات حلوه وفي حاجات. تتزوج
بعمر بكير يعني شوف الفرق بينهم. بس هي الميزه ان احنا اصحاب قوي يعني ما فيش جاب بيننا وبين بعض كتير ان انا افهمها ونقعد ونستوعب بعض اصحاب. بس مش حلو قوي يعني المسؤوليه على عمر الصغير. المسؤوليه وانا صغيره كنت حاسه ان انا شلت مسؤوليه بدري قوي. دي فكره برضو انا وسوري انا اسف فكره برضو انا وبابا ان هو اتجوز تقريبا وعنده 22 سنه واصحاب جدا انا وهو لحد دلوقتي. بس هو بيقول لي انا ضيعت شبابي يعني ما لحقتش استمتع ما لحقتش اعمل اي حاجه مخلف عيالي. بصراحه انا ما اتخيلش نفسي دلوقتي اللي هو مسؤوله من عيله. انا بجد ما اتخيلش ومش عايزه اتخيل ومش عايزه. هلا في بحلقه من حلقاتنا مره هيك كان في عندنا خلينا نحكي مناظره كنا عم نحكي على انه في اهل ما بيحبوا يخلوا اولادهم يكونوا معهم سوشيال ميديا, لازم يكون معهم باسورد ولازم يكون في رقابه خلينا نحكي من الاهل على المحتوى اللي بيقدموه على السوشيال ميديا. وفي كان ناس انه لا ما في عمر معين وما ما لناش دخل بحياتهم الخاصه. ما خفتي على فروحه اول ما بلشت تعمل اكونت خلينا نحكي على السوشيال ميديا؟ لا خالص, عشان احنا صحاب يعني. بصي احنا اتفقنا وهي صغيره فرح اي حاجه تحصل في حياتك احكيها لي احنا صحاب. عمري انا ما بحبش فكره ان انا هعاقبك والكلام ده, انا ما عنديش الفكره ده خالص. حلو. بالعكس انا عندي احنا صحاب واحكي لي حتى لو عندك مشكله عملتي حاجه نحلها مع بعض وبعدين نشوف انت عملتي ايه ونصلح الغلط. ما هو ده باين لان انت اصلا لما كنتوا صحاب ما كانتش طلعك معايا في الفيديو ما كانتش هتبقى طايقاكي اللي هو مش عايز اوري امي للناس. فباين ان دي كمان الحقيقه ورا الكاميرا يعني انتوا مش صحاب قدام الكاميرا بس, انت كمان بتدخلي اختك في الجرايم اللي انت بتعملها. تشبهك اختك مش عارفه ده صح. تقولي ده انا جيتش معاكوا ليه النهارده على الشوارع يعني برجع البيت مين فيهم عامل فيا مقلب, مين فيهم قاطع شعره, مين فيهم عامل حاجه. ايوه انت كنت بتعملي جرايم بتقولي انا خايفه اروح وماما تقفش الموضوع. احنا عن قصه المقالب اللي انت بتعمليها دي. شعرك انت عارفه قصه شعرك. ما بحبش اقص شعري خالص وانا بحب, انا بشوف مقص ايدي بتاكلني. انت بتقصي نفسك؟ ايوه ببوظه فعلا دي مقالب بجد. وانا ببوظه وبعدين بقى اعيط بقى ان هو بايظ لازم اصلح شعري وكده اغير لونه وبعمل حلقان. لا هي كل مره بمقلب انا بجد بتيجي تندهني بابا بجد خايفه. اخر مره كان معايا قطه, جبت قطه جديده في البيت. انا فاكر الفيديو ده. عايز اقول لكم يا جماعه احنا عندنا 4 قطط دلوقتي اصلا. طب وانت في الاول خالص كنت رافضه اصلا يبقى عندك؟ لا انا بحب القطط قوي يعني طول عمري بربي قطط بس قطه. ايوه دايما ما بتكتفيش بحاجه يعني قطه جابت معاها كلب وبعدين تعبنا من الكلب قوي فراحت جايبه لها قطه قط ولد فتجوزوا فخلفوا قطط كتير. او ماي جاد. طب انت قبل شوي كنت عم تحكي انه انت مش قادره تديري بالك على القطط. انا واخده بالي منهم جدا جدا جدا. شكلها ماما هي بتعمل كل حاجه. عندي هو يعني احنا كان عندنا قطه وهي جده دايما من الدنيا ما بتلعبش فقلت اجيب واحد يسلينا كده. متضايقه كده هي. انا هترجم الحوار ده عشان انا هنا. هي على طول هي بصي هي طيبه قوي بس هي على طول مكشره وما بتحبش حد يلمسها خالص. اوكي فروحنا جبنا قط بقى كان هو بقى لذيذ وبتاع ودلعها معانا وده لسه كئيبه. القطه لا لسه كئيبه حتى مع اولادها يعني اولادها بييجوا يلعبوا معاها بجد يخافوا منها. لا هي اصلا ممكن تقول لها ايه ده فلافي تقول لها تبص لك لو انت بتكلمني اصلا. مشهوره على فكره في فيديوهات فرح كلها على طول ان هي مكشره. الناس كلها عارفه ان انا مكشره. ايوه والله مكشره. اعتقد ان هي اعملي لها اكونت على التيك توك بعدين. البوني فيس دي ولا الهيمالايا. الهيمالايا اصلا شخصيتهم كده شويه بيبقوا حساسين قوي وعاملين كده. طب انت فرح لما بيجي لك يعني ردود سخيفه على السوشيال ميديا اكيد بيحصل لنا كلنا الموضوع ده فبتعملي معاها ايه وماما بتعمل معاها ايه؟ خليني اقول حاجه في الموضوع. انا شايفه ان مش المفروض ان احنا نرد عليهم خالص. صح يعني مهما حصل دايما هو اصلا ساعات لما بترد بتلاقي شخص يقول انا ما كانش قصدي انا كنت بس عايزك ترد عليا انا بحبك. فانا اصلا بشوف ان انت اللي هو الناس دي عايزه تخليك ترد عليهم بتلفت انتباهك. وبعدين انا يعني ما بقتش اقرا قوي كومنتس عشان برضو في حاجه ساعات بتضايق. فانا أيوه. ماما بقى في واحده كتبت لي انا هرد عليها. لا لا على فكره مش برد عليهم انا بطلع اعمل ستوري يعني مش برد مش بكتب بس ممكن اطلع اعمل ستوري يقول في حد قال ده على تيك توك ولا على انستغرام. لا على انستغرام وانا بقى اخش اقول لها ماما امسحي الفيديو تنزلي.